ما هي قصة بورما التفصيلية؟ ولماذا يحرق المسلمون هناك؟ أسرار تاريخية وراء بورما. بورما هي دولة أيضا تسمى ميانمار وتقع بجانب الصين والهند. هناك أمة مسلمة اسمها الروهينجا تعيش في ميانمار أي بورما، والتي يحكمها العسكر البوذيون. وهذه الطائفة المسلمة تمثل حوالي 10% من السكان، وهي تتعرض للإبادة والتشريد. والقصة هذه ليست جديدة، بل هي تاريخية حسب القصة التالية. في عام 1784 احتلت أراكان من قبل الملك البوذي بوداباي، الذي قام بضم الإقليم إلى ميانمار خوفا من انتشار الإسلام في المنطقة. واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين الماغ والذين هم من أصل هندي على ذلك. وفي عام 1824 احتلت بريطانيا ميانمار وضمتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية. في عام 1937 جعلت بريطانيا ميانمار مع أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقي مستعمراتها في الإمبراطورية آنذاك، وعرفت بحكومة ميانمار البريطانية. واجه المسلمون الاستعمار الإنجليزي بقوة، ما جعل بريطانيا تخشاهم، فبدأت حملتها للتخلص من نفوذ المسلمين باعتماد سياساتها المعروفة فرق تسد، فعمدت على تحريض البوذيين ضد المسلمين وأمدتهم بالسلاح، حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحة عام 1942 فتكوا خلالها بحوالي 100,000 مسلم في أراكان. وفي عام 1948 منحت بريطانيا الاستقلال لميانمار شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد 10 سنوات إذا رغبت في ذلك، ولكن ما أن حصلوا على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم ونكثوا وعودهم، واستمروا في احتلال أراكان بدون رغبة سكانها من المسلمين الروهينجا والبونيين أي الماغ من أصل هندي. وقاموا بأبشع الممارسات ضد المسلمين، ولم تتغير أحوال المسلمين الروهينجا بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر عام 2010، حيث ما زال مخطط إخراج المسلمين من أراكان موجوداً. وقد نجحت هذه الممارسات في تهجير حوالي 4 ملايين مسلم حتى الآن، إضافة إلى 100,000 القتلى. بورما هي إحدى دول شرق آسيا، وتقع على امتداد خليج البنغال، وتحد بورما من الشمال الشرقي الصين، وتحدها الهند وبنغلاديش من الشمال الغربي، وتشترك حدود بورما مع كل من لاوس وتايلاند، أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغال والمحيط الهندي، ويمتد ذراع من بورما نحو الجنوب الشرقي في شبه جزيرة المالايو، وتنحصر أرضها بين دائرتي 10 شمال الاستواء و28 شمالا. ولقد احتلت بريطانيا بورما في نهاية القرن 19 وحتى استقلالها عام 1948. وتعد يانغون حاليا أكبر مدنها، كما كانت العاصمة السابقة للبلاد.